بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله راح نكمل في شابتر 10 اللي هو الـ Infinite Sequence and Series. حكينا بالأول سيكشن 10-1 عن الـ Infinite Sequence، عرفنا إيش هي Sequence وعرفنا كيف إمتى بتكون الـ Sequence Converge and Diverge. باقي الشابتر راح نشوف اللي هو الـ Series، طبعاً الـ Infinite Series. راح نتعرف في سيكشن 10-2 على الـ Infinite Series إيش هي وتعريفها وكيف ممكن نشوف بعض انواع من السيريز اللي هي كونفيرج او دايفيرج. اول شيء ايش هي اللي هي الانفينيت سيريز، اللي هي المتسلسله اللانهائيه. المتسلسله اللانهائيه ديفينيشن given a sequence of numbers an، لو اخذنا سيكونس من الاعداد الحقيقيه an، an expression of the form a1 زائد a2 زائد a3 زائد an زائد الى اخره. هذا المجموع حدود السيكونس، هدول حدود السيكونس مجموعهم هي بنسميها الانفينيت سيريز. الـ AN طبعا هذه AN لما بنحط هنا AN يعني بنسميها هي الانث تيرم، الانث تيرم لهذه السيريز. بدنا نعرف سيكونس من السيريز هذه بنسميها سيكونس اوف بارشال سم. ايش السيكونس اوف بارشال سمز؟ هي عبارة عن S1 S2 SN الى اخره الى ما لا نهاية. S1 هي اول حد من السيريز، S2 هي مجموع أول حدين، S3 هي مجموع أول 3 حدود، يعني Sn هي مجموع n من الحدود. A1 زائد 2 زائد زائد إلى الـ An، يعني ممكن نكتبها بالشكل سيريز. السيريز هذه اللي هي هذه السيجما نوتيشن، هاي summation من الـ summation من k تساوي 1 إلى الـ n للـ ak، يعني الـ k هذه هي الإندكس تبعت الـ summation، بتتغير من الواحد لعند الـ n. يعني اول شيء بنعوض كي تساوي 1 تطلع A1 وبنحط ايش سميشن يعني بين الحدود في زائد، كي تساوي 2 بنعوض هنا كي 2، كي تساوي 2 تطلع A2 وهكذا، A1 زائد A2 زائد الى اخر حد اللي هو الـ N. طبعا هذه السيكونس ماشيه بعد هيك الى ما لا نهايه من السيكونس. فبالتالي سيكونس هذه بنسميها سيكونس اوف بارشال سمز اوف ذا سيريز. الاس ان هذه هي الانث بارشال سم، يعني الحد النوني للبارشال سم هذه. الان لو اخذنا سيكونس اوف بارشال سم الاس الاس ان هذه وكانت هذه الليمت الها يساوي ال، فبنقول في هذه الحاله انه السيريز كونفيرجز، وكمان اتس سم از ال، يعني مجموع هذا السيريز يساوي ال. الان هي الاس ان لما ان ليميت لان لاس ان لما ان تقول الى ما لا نهايه، يعني هنا اي ما لا نهايه، يعني وصلنا مش لعند الحد النوني، لا هذه رايحه الى ما لا نهايه، هي نفس ايش السيريز هذه، هي نفس. يبقى الليميت للاس ان لما ان تقول لما لا نهايه بتطلع نفس السيريز هذه. اذا كان المجموع هذا له مجموع يساوي ال، يعني الليميت للاس ان يساوي ال، فبكون السيريز هذه كونفيرج ومجموعها يساوي ال. يعني بتعبير اخر A1 زائد A2 زائد زائد AN زائد الى ما لا نهايه هنا يساوي اللي هو بتعبير السميشن من N تساوي 1 الى ما لا نهايه لل AN يساوي L، يساوي L. اذا كان الليمت لل SN، اذا كان الليمت لل SN does not exist، فبتكون السيريز في هذه الحاله بنسميها ايش؟ دايفيرج. وهذه الطريقه اللي هي باستخدام البارشال سم اللي هو الاس ان، الليمت لل SN. فهذه طريقة من طرق إيجاد الكونفيرجنس أو الدايفيرجنس للسيريز، ونشوف كيف نستخدمها. طبعا تستخدم في حالات خاصة مش دائما، لأنه الطريقة مش بسيطة. Example show whether the series converge or diverge. Summation ناقص 1 أس إن زائد 1 من إن تساوي 1 إلى ما لا نهاية. لو أجينا للسيريز هذه واستخدمنا طريقة البارشال سم في إيجاد السيريز هذه مجموعها او نشوف لها مجموع او ما لهاش مجموع. ناخذ اس 1 هي عباره عن الحد الاول 1، طبعا لما ان تساوي 1 بصير ناقص 1 تربيع. اس 2 اللي هو الحد الاول زائد الحد الثاني مجموعهم 0. اس 3 الحد الاول زائد الثاني زائد الثالث مجموعهم 1. اس 4 مجموع اول 4 حدود مجموعهم يساوي 0. طبعا ممكن نكمل كمان، لكن لو هنا طلعنا انه اس 1 واس 3 المجموع 1، اس 2 واس 4 المجموع 0، يعني الاس ان اذا كانت الان تبعتنا ايفن مجموعها صفر، الاس ان تساوي صفر، اذا كانت الان اود فاس ان تساوي 1. طيب ايش ليمت الاس ان هذه لما ان تقول الى ما لا نهايه؟
طبعا في الما لا نهايه، الان ما لا نهايه، هل هي ايفن ولا اود؟ مش معروفه ايفن ولا اود، وبالتالي الاس ان الليمت لها في الما لا نهايه يا بتكون واحد يا بتكون صفر، يعني الليمت في هذه الحاله does not exist. لما ما دام الليمت does not exist يبقى السيريز تبعتنا هذه بنقول عنها divergent. سؤال اخر، summation لواحد على 2 اس ان ناقص 1 من ان تساوي 1 الى ما لا نهايه. برضه نفس الشيء بدنا نستخدم السيكونس اوف بارشال سم في ايجاد السيريز كونفيرج او دايفيرج، واذا كانت كونفيرج نوجد مجموعها. اس 1 طبعا اللي هو اول حد لما نعوض بان تساوي 1 اللي هي 1. اس 2 هي عباره عن مجموع الحد الاول زائد الحد الثاني، 1 زائد نص اللي هي 3 على 2. اس 3 مجموع اول 3 حدود تطلع 7 على 4. اس 4 مجموع اول 4 حدود 15 على 8. طب لو من هنا بدنا نوجد صيغه للاس ان تبعتنا، الاس ان الحد النوني، كيف بدنا نوجدها؟ تعالوا نشوف مع بعض. مثلا اس 2 بنلاحظ على انه المقام هو اخر مقام وجد. الان المقام هي 4 هو اخر مقام موجود. اخر مقام موجود 2 اس 3 هنا ايش؟ 8. يبقى المقام اللي هنا في المجموع هو نفسه المقام لاخر حد. هي اول شغله 2 4 8. يعني اس ان المقام تبعها هو عباره عن اخر مقام، طبعا هذا اللي هو اس 2 تكعيب وهذه 4، يعني اقل من الاربعه بواحد، يعني ان ناقص 1. 2 اس ان ناقص 1 يبقى هي المقام كتبناه. نيجي نشوف البسط كيف 3 7 15، ايش العلاقه بينهم وبين الاس ان تبعتنا؟ طبعا هي 3 على 2، الان هذه 2 اس 1. لو اخذنا 2 ال 2 هذه 2 تربيع، لو اخذناها 2 تربيع، 2 2 تربيع، 2 تربيع 4 ناقص 1 3، هي 3. الان ناخذ ال 2 هذه مش تربيع، ناخذها تكعيب، يعني ال n هذه 2 اس n، ال n تبعتنا 3، 2 تكعيب 8 ناقص 1 7. 2 مش تكعيب بدنا ناخذها اس 4، 2 اس 4 16 ناقص 1 15. يبقى ايش عملنا؟ البسط هو عباره عن 2 اس n وبعدين بنناقص منه ايش؟ 1. فهيك وجدنا صيغه للاس ان، صيغه للاس ان بهذا الشكل. الان لو بدنا نوجد الليمت الان للاس ان لما انت قول لما لا نهايه، بدنا نوجد ليمت هذا المقدار اللي احنا وجدناه. طبعا لو اجينا وزعنا البسط على المقام هذا على هذا بيطلع 2، وبعدين ناقص 1 على 2 اس ان ناقص 1. الليمت لهذا المقدار لما انت قول الى ما لا نهايه بصير 1 على ما لا نهايه 0، يعني بيطلع الليمت عندنا ايش؟ 2. اذا الليمت موجوده، معنى ذلك انه السيريز تبعتي كونفيرج، وكمان المجموع هذه السيريز تبعتنا يساوي 2، يبقى مجموع هذا المقدار كله يساوي 2. طيب الان بدنا نشوف بعض انواع من السيريز اللي بدنا نستخدم لها طريقه الاس ان في ايجاد مجموعها او ايجاد هل هي كونفيرج او دايفيرج. من انواع هذه السيريز اللي هو الجيومتريك سيريز. الجيومتريك سيريز اللي هي المتسلسله الهندسيه. هي عباره عن سيريز اوف ذا فورم A زائد AR زائد AR تربيع زائد AR اس ان ناقص 1 زائد الى ما لا نهايه. يعني ممكن نكتبها بشكل السميشن او السيجما نوتيشن، اللي هي السميشن من ان تساوي 1 للما لا نهايه AR اس ان ناقص 1. طبعا اول حد في هذا لما ان تساوي 1، 1 ناقص 1 0، R اس 0 1، يعني A، يبقى اول حد تبعنا ايش؟ A. طبعا الـ A لاحظوا مكرره في كل الحدود. لو اخذنا A عامل مشترك، يعني السيريز تبعتنا تبدا من 1 بعدين ار بعدين ار تربيع وار تكعيب الى اخره، يعني ار كل مره بيزيد الاس الها 1، لكن الار هنا اللي هو الاساس ثابت ار ار ار، والار هذه عدد حقيقي طبعا هي والاي. والاي كمان انها لا تساوي صفر، لانه لو ساوت صفر بصير السيريز تبعتي صفر. الان السيريز هذه الجيومتريك سيريز، هذه بنسميها الجيومتريك سيريز، بتكون هذه السيريز ممكن نكتبها بشكل اخر. نبدا لو بداناها من ان تساوي صفر، من ان تساوي صفر بصير اي ار اس ان، هذه مش ان ناقص 1 بتصير ان، لانه لما ان تساوي صفر بتصير هذه ار اس 0 1، لما ان تساوي 1 بتصير ار اس 0 اللي هي 1. يبقى ممكن نكتبها بشكلين، اما نبداها من ان تساوي 1 او نبداها من ان تساوي صفر، بتكون هذه ار اس ان، طبعا الاي ثابت. الان الار هذه ممكن تكون اي عدد، ممكن يكون موجب او ممكن يكون سالب. يعني امثله على ذلك على الجيومتريك سيريز اللي هي زي هذه الجيومتريك سيريز، 1 زائد نص زائد ربع زائد، طبعا الربع هي 2 تربيع وهكذا، يعني 1 الحد النوني تبعها اللي هو نص اس ان ناقص 1. طبعا في هذه السيريز الاي تساوي 1 والار تساوي نص.
ممكن تكون برضو نيجاتيف. مثال على ذلك السيريز هذه، 1 ناقص 3 زائد 9 ناقص زائد إلى آخره، الحد النوني لها ناقص 3 أس إن ناقص 1. طبعا هذه كمان الـ A تساوي 1 والـ R تساوي سالب 3، R تساوي سالب 3. هذه إيش أمثلة على الجيومتريك سيريز. طب تعالوا مع بعض بدنا نشوف الجيومتريك سيريز تبعتنا، هل هذه إمتى بتكون كونفيرج وإمتى بتكون دايفيرج. رح ناخد حالات للR، إذا كانت R تساوي 1 وR تساوي سالب 1، وإذا كانت لا تساوي لا 1 ولا سالب 1. إذا كانت الR تساوي 1، الانث تيرم الاس ان، الانث بارشال سم يساوي a زائد a في 1 زائد a في 1 تربيع زائد a في 1 اس ان ناقص 1. يعني الا مجموعه ان من المرات، a زائد a ان من المرات مجموعهم يساوي n ضرب a، n في a. الان n في a بدنا نوجد الليمت للاس ان لما انت تقول لما لا نهايه، ما لا نهايه في a يا موجب يا سالب ما لا نهايه، تعتمد الاشاره على الa اذا كانت موجبه او سالبه. طيب الان الليمت للاس ان طلع ما لا نهايه او سالب ما لا نهايه، يعني الليمت ذات نوت اكزيست، وبالتالي السيريز في هذه الحاله دايفيرج. يبقى الليمت السيريز دايفيرج لانه الليمت للاس ان يساوي موجب او سالب ما لا نهايه. طيب لو نشوف اذا كانت الار تساوي سالب 1، الار تساوي سالب 1، ايش الاس ان بده يكون شكلها؟ a زائد a في ناقص 1 زائد a في 1 زائد a في ناقص 1 يعني ناقص a وبعدين زائد a وهكذا، يعني a في ناقص 1 اس ان ناقص 1. الان هذا المجموع الاس ان هذا، يعني لو اجينا وقفنا واحد حدين، لو اخذنا حدين مجموع حدين بيطلع مجموعهم صفر، الثلاث حدود مجموعهم ايه، 4 حدود صفر، 5 حدود مجموعهم ايه، يبقى كل مره يا بيطلع المجموع صفر يا بيطلع المجموع ايه، يبقى المجموع هذا يا بكون صفر يا بكون ايه. معنى ذلك انه ليميت الاس ان تبعتنا اما صفر او ايه، اما صفر ايه او صفر. طيب بمعنى ذلك انه الليمت للاس ان داز نوت اكزيست لانها بتاخد قيمتين صفر وبتاخد قيمه الاي، وبالتالي الليمت داز نوت اكزيست، اذا السيريز تبعتنا برضه دايفيرج. يبقى في حاله الواحد ار تساوي 1 وار تساوي سالب 1 السيريز دايفيرج. طيب نشوف في حاله الار لا تساوي 1 ولا سالب 1، يعني ابسولوت الار لا يساوي 1. الان بدنا نشوف طريقه عشان نوجد صيغه للاس ان. الاس ان طبعا هي كيف شكلها الاس ان، اللي هي a زائد ar زائد ar تربيع زائد لحد اخر الحد النوني اللي هو ar اس ان ناقص 1. الان عشان نشوف صيغه للاس ان رح نستخدم الطريقه الجبريه التاليه، اني انا الاس ان هذه اروح اضربها في ار، ار اس ان يساوي نضرب هذه في ار بتصير ar، هذه بتصير ar تربيع، بعدين ar تكعيب، بعدين هذه بتصير ايش ar اس ان. طبعا الحد اللي قبله رح يكون ar اس ان ناقص 1. الان هذا اول سطر، والثاني بدنا نطرحهم من بعض. اس ان ناقص ار اس ان يساوي a بتضلها a، ar ناقص ar بروح مع بعض، ar تربيع ناقص ar تربيع بروح مع بعض، ar اس ان ناقص 1 مع ar اس ان ناقص 1 بروح مع بعض، بضل عندك ar اس ان. يبقى هنا هذا يساوي هذا. الان من هنا بناخذ اس ان عامل مشترك بضل 1 ناقص ار، ومن هذا الطرف بناخذ ال a عامل مشترك بضل 1 ناقص ار اس ان. إذا من هنا اس ان تساوي a في 1 ناقص r اس ان على 1 ناقص r. هيك بهذه الطريقة العملية الجبرية هذه رحنا وجدنا اللي هي صيغة للاس ان اللي هي البارشال سم، الانث بارشال سم. طبعا هذه الاس ان موجودة إذا كانت ال r لا تساوي 1، لأنه المقام هنا بيصير يساوي 0، وهي أصلا الابسولوت ال r لا تساوي 1. طيب الان بدنا نوجد ليمت الاس ان لما انت تقول الى ما لا نهايه. طبعا الان يعني هذا ما فيش غير هذه اللي فيها الان، لما انت تقول الى ما لا نهايه ار اس ان يعتمد عليها والباقي كلهم اعداد حقيقيه فيش مشكله. يبقى بدنا نوجد فقط الليمت للار اس ان. الان ار اس ان يعني ار اس ما لا نهايه، طبعا هذا الار اس ما لا نهايه على حسب قيمه الار، اذا كانت الار كسر بين الناقص 1 والواحد بتروح هذه للصفر، اذا كانت الار إذا كانت الـ R بين الـ أكبر من الواحد أو أقل من السالب واحد بتكون هذه بتروح لوين؟ للما لا نهاية. طبعا هذا الكلام أخذناه في سكشن 10.1 وأخذناه قبل هيك، لما قلنا مثلا نص أس ما لا نهاية بيطلع صفر، لكن 2 أس ما لا نهاية بيطلع ما لا نهاية، يبقى حسب قيمة الـ R. إذا كانت الأبسولوت الـ R أقل من واحد، يعني الـ R تبعتي من ناقص 1 و1 الـ R أس أنت أقول للصفر، وإذا كانت الأبسولوت الآر أكبر من 1، يعني الآر أكبر من 1 وأقل من السالب 1، بيكون الآر أس إن تقول إلى ما لا نهاية. في هذه الحالة لما الآر أس إن تقول إلى الصفر، بصير الإس إن يساوي A
على 1 ناقص R أو limit الـ SNA على 1 ناقص R، وهي يعني معنى ذلك بتكون السيريز تبعتنا converge، وconverge كمان مجموعة يساوي A على 1 ناقص R. يبقى SN تقول إلى A على 1 ناقص R، وهو مجموع الجيومتريك سيريز في هذه الحالة. لكن في حالة absolute R أكبر من 1 بتكون السيريز عندنا إيش؟ diverge. يعني ملخص الكلام، في حالة الجيومتريك سيريز إذا كانت الأبسولوت الآر أقل من 1 بتكون الجيومتريك سيريز هذه، الجيومتريك سيريز اللي هي هذه بتكون كونفيرج تو A على 1 ناقص R، يعني مجموعة. يعني بمعنى آخر الجيومتريك سيريز سواء كانت هذه الصيغة أو هذه، بديناها من الصفر أو بديناها من الواحد، مجموعة يساوي A على 1 ناقص R إذا كان أبسولوت الآر أقل من 1. لكن إذا كان أبسولوت الآر أكبر أو يساوي 1 بتكون السيريز Diverges. ناخذ امثله على الجيومتريك سيريز اللي طبعا الملخص تبعها الموجود في المربع هذا. الان بدنا نكتب الجيومتريك سيريز with a تساوي 9 r تساوي 12. ايش هي الجيومتريك سيريز؟ a تساوي، بنحط السميشن a r اس n، a اللي هي 9 في r اللي هي 12 اس n ناقص 1. لو حطينا هنا اس n ناقص 1 لازم نبدا ال n من 1، لو حطيناها هذه اس n بنبدا ال n من الصفر. الآن هذا المطلوب بس، لكن زيادة إنه كتبنا كمان مجموع هذه السيريز. طبعا مجموع السيريز اللي هي A، A إيش هي A من هنا كيف ممكن نطلعها؟ لما نعوض بN تساوي 1، لما N تساوي 1 بصير هذه R أس 0 بتروح بضل 9، تلت أس 0 بضل 9. إذن الA تساوي 9 على 1 ناقص R، R اللي هي تلت. طبعا الجواب يساوي سدس مجموع السيريز. مثال 2 determine whether the series ناقص 1 أس N في 6 أس N على 4 أس N زائد 1 converges or diverges، وإذا كانت converge أوجد مجموعها. طبعا السميشن هذه بدنا نجمعها، نحط الـ R تبعتها لكل الأس N بنحطه مع بعض، يعني الناقص 1 وال 6 وال 4 وبضل 4 أس 1 لحال، ناقص 6 على 4 أس N وبضل ربع. الآن هاي اللي هي 3 ناقص 3 على 2 أس N ربع، سواء كانت جوا او برا عادي. المهم انه الار تبعتنا او الابسولوت الار هي تساوي 3 على 2، ال 3 على 2 اكبر من 1 وبالتالي السيريز تبعتنا دايفيرج. مثال 3 بيحكي على الريبيتنج ديسيمالز، يعني العدد الدوري اللي هو الكسر العشري هذا بكون مكرر. ايش يعني مكرر؟ يعني هذه 51 من 100 وكمان 51 جنبها و51 و51 الى ما لا نهايه. بدل ما نكتب العدد هذا كله هيك بنحط فوقه شحطه، معنى ذلك انه ال51 مكرره الى ما لا نهايه. الان بدنا نعبر عن هذا العدد الدوري بعدد كسري، ratio of two integers، يعني نسبه بين عددين، يعني العدد الكسري اللي هو هذا. الآن كيف بدنا نستخدم الجيومتريك سيريز في تحويل هذا الرقم الدوري إلى كسر اعتيادي؟ الآن بدنا نستخدم الجيومتريك سيريز في ذلك. الآن 2 51 من 100 عبارة عن 2 زائد 51 على 100. الآن 51 هذا مكرر، ال 51 الثانية هي 51 على 100 تربيع، ال 51 الثالثة هي 51 على 100 تكعيب إلى آخره، إلى ما لا نهاية. الآن هذه من عند ال 51 على 100 إلى آخره، هذه كلها جيومتريك سيريز. لو بدنا نحسب ايش هي الـ A، الـ A هي 51 على 100 لانها مكررة في كل الحدود، يعني لو اخذناها برا عامل مشترك بضل هنا 1 زائد 1 على 100 زائد 1 على 100 تربيع الى اخره. الان هذه السيريز هي عبارة عن جيومتريك سيريز، الـ A تساوي 1 هو اول حد بما انه طلعنا هذه عامل مشترك مرة، او بنعتبر هذه هي الـ A عادي، والـ 1 على 100 هي عبارة عن الـ R. طبعا الـ R 1 على 100 اقل من الواحد وبالتالي السيريز كونفيرج. طيب بدنا نكتب المجموع هذا، ايش يساوي المجموع هذا اللي هو A 51 على 100 او 1 اذا كان نجمع هذا المجموع فقط على 1 ناقص R. نجمع هذول كلهم مع بعض بيطلع عندنا 213 على 99. يبقى حولنا الريبيتنج ديسيمال الى ريشيو اوف تو انتجرز. مثال 4 اوجد القيم x for which the summation x اس n على 3 اس n converges and find the sum of the series. الان هذه عباره عن جيومتريك سيريز، ليش؟ لانه بنقدر نكتبها على شكل السميشن لار اس n، بانه بنحط x على 3 كله اس n وبالتالي هذه بتكون هي r. الان عشان تكون هذه السيريز كونفيرج لازم يكون r هاي ابسولوت الار اقل من 1، يعني
converges if absolute الx على 3 أقل من 1 أو absolute الx أقل من 3، يعني x من ناقص 3 إلى 3. يبقى x محصورة في الopen interval أو تنتمي للopen interval ناقص 3 و 3، بتكون هذه السيريز تبعتنا converge، والمجموع تبعها يساوي a. a قلنا هي عبارة عن أول حد، لما نعوض بn تساوي 0، x على 3 أو 0 اللي هي 1 على 1 ناقص r اللي هي x على 3. بتوحيد المقامات بطلع عنا 3 على 3 ناقص x. يبقى هذا الجيومتريك سيريز. في هنا سيريز ثانية برضو بنستخدم فيها البارشال سم في إيجاد مجموعها أو إيجاد إنها هي كونفيرج أو دايفيرج. السيريز هنا نسميها تلسكوبينج سيريز. لأن تلسكوبينج سيريز تبعتنا رح ناخدها من خلال الأمثلة، لأنه ما فيش إلها صيغة محددة زي الجيومتريك سيريز، لكنها إلها صفة معينة. الصفة هذه هلقيت رح نتعرف عليها من خلال الأمثلة. السميشن لواحد على n في n زائد واحد، بنلاحظ على انه المقام هذا هو الحد والحد اللي بعده، الحد هذا وهذا الحد ايش اللي بعده. لو اجينا هذا المقام نوزعه الى مقامين باستخدام البارشيال فراكشن، نعرف البارشيال فراكشن بما انه هذا التنين من الدرجة الاولى، فبنوزع n و n زائد واحد وبنحط في البسط a و b constant. نوجد ال a و b بطريقة الكفر اب زي اللي اخذناها في شابتر 8، تطلع عنا الـ A تساوي 1 والـ B تساوي سالب 1. يعني السيريز تبعتنا صارت بشكل الصميشن 1 على N ناقص 1 على N زائد 1. يبقى إيش؟ هذا حد وهذا الحد اللي بعده بس بالسالب. الآن لو جينا نوجد الـ partial sum Sn، بدنا الـ Sn يعني مجموع N من الحدود، بدنا نفكه مجموع N من الحدود. يعني نفك لما نحط N تساوي 1 بطلع 1 ناقص نص، N تساوي 2 نص ناقص ثلث، وN تساوي 3 وهي N تساوي 4 وهي N اللي قبل الأخير وهي هذا الحد النوني، هي هذا الحد النوني اللي هو الـ AN لما نعوض بالـ N. الآن لو لاحظنا على هذا المفكوك، بنلاحظ إنه الحد الثاني من هين بالسالب بروح مع هذا بالموجب، والحد الثاني من هين بروح مع الحد الأول، والحد الثاني بروح مع الحد الأول وهكذا. يعني هذا الحد الثاني بكون بروح مع ايش الحد الاول من هنا. ايش بضل في كل هذه البارشال سام؟ بضل الحد الاول والحد الاخير، يعني 1 ناقص 1 على n. الان هذا الاختصار اللي صار، والمفكوك لما افك الاس ان ويختصروا كل الحدود، فقط يبقى حدين او يبقى عدد محدود من الحدود، حدين ولا 3 ولا 4، بنسميها هذه السيريز بهذا الشكل اذا كان مفكوكها بهذا الشكل وبيختصروا، بنسميها تلسكوبينج سيريز. الان الليمت للاس ان لما ان تقول لما لا نهايه، يعني واحد عمال هنا صفر، بضل عندنا الليمت يساوي 1. يبقى الاس ان الليمت لها اكزيست ويساوي 1 وهو مجموع السيريز. نوع اخر برضو، مش نوع يعني، مثال اخر من التلسكوبينج سيريز برضو بتحمل نفس الصفه ولكن بصيغه مختلفه، سميشن تان انفرس ان ناقص تان انفرس ان زائد 1. برضو بنلاحظ انه هذه الحد وهذا الحد اللي بعده وبينهم اشاره سالبه. لو اجيت انا فكيت الاس ان لهذه، هي لما ان تساوي 1 تان انفرس 1 ناقص تان انفرس 2 زائد ان تساوي 2 زائد وهي لما ان تساوي 3 واخر حد اللي هو للان، بنلاحظ على انه برضه الحد هذا بروح مع هذا وهذا بروح مع هذا وهذا بروح مع اللي بعده وهذا بروح مع اللي قبله، بضل عندنا فقط الحد الاول والحد الاخير، هي الاول والاخير. الان ليمت الاس ان هذه لما انت تقول لما لا نهايه، بيطلع تان انفرس الواحد ناقص تان انفرس الما لا نهايه اللي هو باي على 2. طبعا تان انفرس الواحد هو باي على 4، ناقص باي على 2 بيطلع ناقص باي على 4، يعني الليمت تبعي اكزيست، وبالتالي السيريز تبعتي كونفيرج ومجموعها يساوي ناقص باي على 4، مجموع السيريز. هذه التلسكوبينج سيريز بتكون كلها بهذا الشكل، بنلاحظ لو فكناها بيروحوا بيختصروا التيرمز مع بعضها وبنقدر نوجد الاس ان بسهوله. طيب الان هذا نوع من انواع السيريز اللي هو تعتمد على الاس ان، تعتمد على البارشال سم، اني اجيب الاس ان وبعدين اجيب الليمت لها واقرر هل هي سيريز كونفيرج او دايفير. طريقه اخرى لايجاد انه السيريز تبعتنا دايفير فقط تستخدم للدايفيرجنت سيريز وليست ولا تثبت الكونفيرج، تيست معين، اختبار بدنا نسميه، بسمى هذا الاختبار الـ nth term test. الـ nth term، الـ nth term اللي هو الـ an، يعني الـ nth term يعني بدي اعمل تيست على الـ an. ايش التيست اللي بدي اعمله على الـ an؟ هل ايه بدنا نعرفه؟ الـ
الان اول شيء بدنا نشوف النظريه. النظريه بتقول لي اذا كانت السميشن للاي ان كونفيرجز ذن الاي ان تؤول للصفر، يعني ليميت الاي ان يساوي صفر. كل الكونفيرجنت سيريز ليميت الاي ان الحد النوني تبعها دائما صفر، ولكن عكس النظريه غير صحيح. يعني لو كان ليميت الاي ان صفر لا يؤدي انه السيريز كونفيرج. معنى هذا الكلام بمعنى اخر انه كل الكونفيرجنت سيريز ليميت الاي ان اللي هيساوي صفر، لكن الدايفيرجنت سيريز بعضها ليميت هيساوي صفر والبعض الاخر لا. يعني اذا كان ليميت الاي ان يساوي صفر هذا لا يؤدي انه السيريز كونفيرج، ممكن تكون كونفيرج وممكن تكون دايفيرج. ولكن اذا هذا يؤدي لهذا، بعلم المنطق بنعرف انه نفي هذه الجمله يؤدي الى نفي هذه الجمله، لكن العلاقه العكسيه غير صحيحه، ولكن نفي هاي يؤدي لنفي هاي. يعني اذا كان ليميت الاي ان لا يساوي صفر فالسيريز دايفيرج، وهذه اللي بنسميها الانث تيرم تيست فور دايفيرجنس، فقط للدايفيرجنس. اذا كان ليميت الاي ان فيلز تو اكزيست غير موجود او يعني لا يساوي صفر، ما هو لما يكون غير موجود بكون لا يساوي صفر كمان، فبتكون السيريز تبعتي دايفيرج. ولكن اذا كان ليميت الاي ان موجود ويساوي صفر لا يؤدي انها كونفيرج. اذا عكس هذا التست غير صحيح، التست هذا فقط للدايفيرجن سيريز. اذا كان ليميت الاي ان لا يساوي صفر او غير موجود فبتكون السيريز تبعتي دايفيرج. يبقى هذه التست هذا فقط للدايفيرجنت سيريز بس لإثبات الدايفيرج ولا يثبت الكونفيرج. مثلا السميشن للان تربيع هذه دايفيرج لانه ليميت الان تربيع ما لا نهايه، وبالتالي ما لا does not exist، او حتى ما لا نهايه لو قلنا فقط لا يساوي صفر يكفي، لانه ما لا نهايه لا تساوي صفر، وبالتالي السيريز دايفيرج. سميشن ان زائد واحد على ان، الليمت للاي ان هنا يساوي واحد لانه درجه البسط تساوي درجه المقام، فبناخذ المعاملات ليمت هذه يساوي واحد، برضو الواحد لا تساوي صفر يبقى الليمت لا يساوي صفر، اذا السيريز تبعتي دايفيرج. السميشن ناقص واحد اس ان زائد واحد برضو هذه دايفيرج. ليش؟ لانه الليمت لناقص واحد اس ان زائد واحد يا واحد يا سالب واحد، لانه في المال نهايه يا ناقص واحد بتبقى اس عدد زوجي او عدد فردي، وبالتالي يا واحد يا سالب واحد، اذا الليمت تبعي does not exist وبالتالي السيريز دايفيرج. سميشن ناقص ان على 2 ان زائد واحد برضو الليمت لهذا المقدار الاي ان يساوي ناقص نص، المعامله ناقص نص لا تساوي صفر، وبالتالي السيريز تبعتنا برضو دايفيرج. اذا هي استخدمنا الانث تيرم تيست في ايجاد انه السيريز تبعتي كونفيرج او دايفيرج، وهذا اسهل تيست ممكن يستخدمه لانه بمجرد النظر بنقدر نوجد الليمت. الان في بعض خواص للسيريز اللي هو الكومبايننج سيريز، كيف ممكن احنا نجمع السيريز او نطرحها. الان لو كانت السيريز سميشن على الاي ان، طبعا هنا في من واحد لما لا نهايه من صفر لما لا نهايه، المهم في اندكس، لكن بغض النظر عن الاندكس المهم هي انفينيت سيريز. طبعا الاي ان اذا كانت سميشن على ان يساوي ايه، يعني السيريز هذه تبعتي كونفيرج لانه السميشن موجود ويساوي ايه والاي عدد حقيقي، and the summation للبي ان يساوي بي، يعني برضه السيريز تبعت البي ان برضه كونفيرج، ار كونفيرجنت سيريز. then السميشن لاي ان زائد بي ان، بقدر اوزع السميشن على الاي ان والبي ان يساوي السميشن للاي ان زائد سميشن للبي ان، يعني يساوي اي زائد بي. يبقى بنقدر نوزع على الجمع اذا كانت كل من السميشن للاي ان والسميشن للبي ان كونفيرج. والطرح كمان بقدر اوزع السيريز على الطرح، بقول السميشن للاي ان ناقص سميشن للبي ان، يعني اي ناقص بي. وبرضه لو كانت السيريز الاي ان كونفيرج فلما اضربها في كي برضه بتضلها كونفيرج، بصير كي في اي. اذا الاي ان كونفيرج لو ضربها في اي كونستانت كي، طبعا لا يساوي صفر او ساوى صفر ما بتطلع السيريز صفر، اي كونستانت كي بتضلها السيريز تبعتنا كونفيرج. طيب ايش الحل، كيف طب امتى بتكون دايفيرج؟ تعالوا نشوف في هذه الملاحظات، الملاحظتين بتقول لي الملاحظتين every non-zero constant multiple of a divergent series diverges، يعني اي سيريز diverge لو ضربتها بكونستانت بتضلها diverge، زي ما برضو السيريز لو كانت converge ضربتها بكونستانت بتضلها converge، لو السيريز diverge ضربتها بكونستانت بس ما عدا الصفر بتضلها ايش؟ diverge. طيب هي اول واحدة. نمرة اثنين،
اذا كانت السميشن للاي ان كونفيرجز لكن السميشن للبي ان دايفيرجز، فالجمع او الطرح بوث دايفيرجز. يبقى لو كانت واحده كونفيرج والثانيه دايفيرج فجمعناهم او طرحناهم بتضل السيريز بتكون ايش؟ دايفيرج. طيب لو كانت التنتين، طبعا النظريه اللي قبل بتقولنا التنتين كونفيرج فالمجموع والطرح كونفيرج، وعلى الضرب الكونستانت لو كانت هذه كونفيرج ضربها بكونستانت بضلوا كونفيرج. لو كانت التو سيريز كونفيرج مجموعهم كونفيرج وطرحهم كونفيرج. لو كانت واحده كونفيرج والثانيه دايفيرج مجموعهم دايفيرج وطرحهم برضو دايفيرج. طب لو كانوا التنتين دايفيرج هل بقدر اوزع السميشن؟ لا نقدرش نوزع. يبقى امتى وزعنا السميشن؟ وزعنا السميشن في حاله واحده على الاقل تكون كونفيرج، يعني يا التنتين كونفيرج يا واحده كونفيرج واحده دايفيرج، بنوزع السميشن وبنعرف المجموع ايش بيطلع. اذا كانت واحده منهم دايفيرج بتكون دايفيرج، اذا كانوا التنتين كونفيرج بتكون المجموع او الطرح كونفيرج. طب لو كانوا التنتين دايفيرج هل هذا يؤدي انها دايفيرج او دايفيرج؟ لا هذا لا يؤدي انها دايفيرج. يبقى ولا بنقدر نوزع السميشن. يبقى السميشن ل ان زائد بي ان او الطرح كان كونفيرج وين السميشن للاي ان اند السميشن للبي ان بوث دايفيرج، يعني ممكن يكونوا كونفيرج المجموع ولما يكونوا التنتين دايفيرج، لما يكون البوث دايفيرج ممكن المجموع يكون كونفيرج وممكن المجموع يكون دايفيرج. يبقى بنعرفش هذا الكلام. ومثال على ذلك لو اخذنا السميشن للاي ان 1 زائد 1 زائد 1 الى ما لا نهايه، والسميشن للبي ان ناقص 1 ناقص 1 ناقص 1 الى ما لا نهايه. الان السميشن للاي ان طبعا دايفيرج دايفيرج لانه 1 زائد 1 زائد 1 الى مجموعهم ما لا نهايه، وبعدين ناقص 1 ناقص 1 ناقص 1 الى ما لا نهايه مجموعهم سالب ما لا نهايه، وبالتالي هذا المجموع دايفيرج وهذا دايفيرج. او لو استخدمنا الاس ان، الاس ان من هذول قد ايش؟ 1 زائد 1 زائد 1 ان من المرات مجموعهم ان، الليمت للان يساوي ما لا نهايه، ناقص 1 ناقص 1 ناقص 1 ان من المرات مجموعهم ناقص ان، ناقص ان الليمتها سالب ما لا نهايه، وبالتالي التنتين هذول دايفيرج. لكن لو جمعتهم السميشن الاي ان زائد بي ان بصير يعني 1 وناقص 1، 1 مع ناقص 1 بروحوا مع بعض، 1 مع ناقص 1 بروحوا، 1 مع ناقص 1 بروحوا، ايش بضل؟ 0 زائد 0 زائد 0، يبقى هذه كونفيرج تو زيرو. يبقى هي تنتين عندي سيريز كل واحده منهم دايفيرج ولكن مجموعهم كونفيرج، المجموع تبعهم كونفيرج. اذا في حالة التنتين دايفيرج لا يجوز توزيع السيريز بالمرة، لازم نجمعهم التنتين مع بعض نعتبرهم يعني تيرم واحد هذولا ونشوف ايش بيطلع، هل هي كونفيرج او دايفيرج. نشوف هذه الامثلة على هاي النظرية. شو ذات سميشن 2 على 4 اس ان ناقص 1 على 8 اس ان ناقص 1 كونفيرجنس and find its sum. الان هذه ان ناقص بي ان، A n ناقص B n، امتى بتكون هذه السيريز كونفيرج؟ اثبتي انها امتى بتكون كونفيرج؟ اذا كان هذه السيريز على هذه لحالها كونفيرج والسيريز على هذه لحالها كونفيرج. الان لو اجينا وزعنا السيريز، هذه السيريز عباره عن 2 في ربع اس n، 4 اس n اللي هي ربع يعني كلها اس n، ناقص هذه عباره عن 8 اس n ناقص 1. الان هذه عباره عن جيومتريك سيريز، ال A تساوي اللي هي اول حد لما n تساوي 1، قلنا دائما الاي هي بعوض باول حد 2 في ربع 2 في، يبقى 2 في ربع هي عباره عن الاي، والار تساوي ربع يبقى الربع اقل من الواحد وبالتالي كونفيرج. يبقى هذه جيومتريك سيريز. الان هذه كمان جيومتريك سيريز، الاي طبعا تساوي لما ان تساوي 1 تمن اس 0 يعني 1، يبقى الاي تساوي 1، الابسولوت الار او الار اللي تساوي تمن اقل من 1 وبالتالي السيريز برضه كونفيرج. يبقى هذه السيريز كونفيرج وهذه السيريز كونفيرج، عشان هيك قدرنا نوزع السميشن على هذه وهذه، وزعنا وهي قدرنا هذه تساوي هذا. ليش وزعنا السميشن؟ لانه هذه كونفيرج وهذه كونفيرج قدرنا نوزعهم وبالتالي طرح حاصل طرحهم كونفيرج. طب قديش بدنا نوجد مجموعهم الان؟ اللي هي مجموع مساوي A على 1 ناقص R. A قلنا A هي عبارة عن 2 في ربع على 1 ناقص R اللي هي ربع، ناقص ال A اللي هنا 1 على 1 ناقص R اللي هي في السيريز الثانية 8. نجمع هذه وهذه بيطلع عندنا الجواب ناقص 10 على 21. السؤال الثاني في هذا الموضوع اللي هو السميشن ل AN زائد BN مجموع تو سيريز 2 أس N زائد 2 على 3 أس N. الان هذه السيريز عباره عن جيومتريك سيريز، الار تساوي 2 اكبر من 1 دايفيرج،
يبقى انا طلع ما عملتش الخطوه اني اوزع السميشن على هذه وهذه. ليش؟ لانه هذه السيريز ما نقدرش نوزع الا اذا كانوا التنتين كونفيرج ونوجد مجموع كل واحده لحاله وبعدين نجمعهم. لكن هذه السيريز تبعتنا ايش؟ داي فيرج، فمفيش لها مجموعه. الان 2 على 3 هذه برضه جيومتريك سيريز، الار تساوي 2 على 3 اقل من 1 السيريز تبعتي كونفيرج. الان هذه داي فيرج وهذه كونفيرج يؤدي انه مجموعهم ماله؟ داي فيرج، يبقى مفيش لهم مجموع. المجموع تبعنا داي فيرج لانه واحده داي فيرج والثانيه كونفيرج. طيب الان باقي السكشن بس يعني كيف بدنا نتعامل بعض خواص من السيريز. adding or deleting terms. الان من خاصيه السيريز يعني اذا كانت السيريز تبعت الاي ان مثلا هاي السيريز رحت شلت منهم بعض التيرمز، يعني رحت شلت اي 1 زائد 2 زائد اي كي ناقص 1 بعض 10 ترمات مثلا، شلت منهم 10 ترمات زائد هذه السيريز. هل الان السيريز هذه اللي شلت منها 10 ترمات السيريز هذه اذا كانت السميشن على هذه كونفيرج، فلو شلت منهم تيرمز بتضلها كونفيرج، هذه بتضلها كونفيرج. طب هذه السيريز ضفت لها هذول طلعت هذه، اذا كانت هذه السيريز كونفيرج وضفت عدد محدود من التيرمز بتضلها السيريز هذه كونفيرج. يبقى اضافه عدد محدود من التيرمز او طرح عدد محدود من التيرمز من السيريز لا يؤثر على الكونفيرجنس للسيريز. اذا كانت كونفيرج بتضلها كونفيرج واذا كانت دايفيرج بتضلها دايفيرج. الان هنا بقولنا يوز السميشن ل 2 على 3 اس ان يساوي 1، مجموع هذه تساوي 1 تو فايند ذا سم اوف ذا سيريز من ان تساوي 4. الان شوف هذه السيريز كونفيرج تو 1. الان طبعا هنا السيريز هذه بديناها من 4، يعني شلنا من هذه اول 3 حدود بتضلها هذه السيريز برضه كونفيرج، ما دام هذه كونفيرج شلنا منها حدود بتضلها كونفيرج. الان بدنا احنا نطلع المجموع من ان تساوي 4. المجموع للسيريز هذه من ان تساوي 4 هي المجموع من ان تساوي 1 وبدنا نطرح اول 3 حدود لانها هذه من 4، من 4 باب، فبدنا المجموع من 4 باخذ الكلي ناقص اول 3 حدود، بنعوض بان تساوي 1 بعدين 2 بعدين ايش 3. طبعا المجموع هذه معطينا اياه ولو مش معطينا اياه احنا عارفينها جيومتريك سيريز بنقدر نطلع مجموعها لحالنا. 1 ناقص مجموع اللي هو هدول 26 على 27، يعني الجواب تبعنا 1 على 27. اخر خاصيه اللي هي ري اندكسنج. ري اندكسنج يعني اعاده ايش هيكله الاندكس تبعت السميشن. ايش الاندكس تبعت السميشن ليها؟ هذا الاندكس البدايه هذه ان تساوي 1 بدناها من شيء ثاني، يعني ونحافظ على نفس السيريز تكون هي السيريز بس بدي اغير الاندكس، يعني بدل ما ابداها من ان تساوي 1 بدي ابداها من ان تساوي 10 مثلا، كويس؟ فبس احافظ انه السيريز هذه تساوي هذه، تطلع نفس المفكوك تبعها بالشكل هذا. الان اذا كانت هذه من 1 وبدي ابداها من 1 زائد اتش زائد اتش، يعني بدي اضيف على الواحد مثلا بدي اضيف كمان 1، يعني انت بدي ابداها من ان تساوي 2، بدي اضيف كمان بعد الواحد 3، يعني كاني بدي ابداها من ان تساوي 4. الان اذا كان ضفت اللي بضيفه هنا الاتش بضيفها على الاندكس بروح بطرحها من الان اللي جوا بتصير اي ان ناقص اتش. كويس؟ الان لو عوضت هذه بطلع نفس، ولو عوضت بهذه بطلع نفس ايش؟ السيريز. الان واذا كان رحت طرحت واحد الان طبعا من ان تساوي 1 وانا بدي ابداها من رقم اخر بدي اطرح 1 ناقص اتش بروح الان هنا بزود اتش، يبقى العمليه اللي هنا بتكون عكس هذه، طرحت هنا هنا بزود، زودت هنا هنا بطرح، وبتطلع في هذه الحاله نفس ايش؟ السيريز. يعني مثلا لو احنا بدنا نكتب اللي هي summation 3 على 9 واس ان ان ذا فورم summation ل اي كي من كي تساوي 1، بدنا نكتب هذه بدل ما هي مبدوئه من 5 بدنا نكتب نبداها من 1 بحيث انه نحافظ عليها تطلع نفس السيريز. الان لا من 5 بدي ابداها من 1، يعني ال 5 بدي اطرح منها 4، طرحنا 4 يبقى هنا على الان اللي هنا بدنا نزود الان ونقول ان زائد 4، يبقى بس بنحط هنا اس ان زائد 4 وهنا بننقص ايش 4، يعني بتبدا السيريز من 1. طبعا هذا اللي باقي زياده انه انا جبت ال هذه عرفت انها جيومتريك سيريز زياده هذا الكلام. 3 على 9 اس 4 في 9 اس ان فعملناها ايش في هذه الاي ان تساوي 1، لما ان تساوي 1 يعني الاي تبعتي 9 3 على 9 اس 5،
يبقى الـ A هي 3 على 9 أس 5، وطبعا الـ R هي عبارة عن 9 أقل من الواحد، يعني السيريز تبعتنا كونفيرج. طبعا هنا ممكن برضو السيريز هذه نبدأها من صفر، لو جينا بديناها من صفر إيش يعني بدنا نعمل؟ يعني بدنا نطرح واحد، يبقى بدنا نطرح إيش؟ واحد. لما أطرح واحد ناقص واحد بتصير صفر، إيش بدنا نعمل في الـ N اللي هنا؟ بدنا نزود واحد، فبتصير N زائد واحد. فهذه عملية أخرى مش مطلوبة بالسؤال، بس عملنا على نفس السؤال. هنا الخمسة طرحنا أربعة، هنا الواحد طرحنا واحد عشان نبدأها من صفر. وبهيك بنكون خلصنا السكشن الأول من السيريز.